اني جيت. السلام عليكم اخوتي واخواتاتي، واش راكم؟ اميريك لا ورجعت لكم بفيديو جديد، فكره جديده. طبعا يا اساطير، اليوم عندنا مقطع اسطوري من سلسله ادم النوب. عندي زمان ما سويت سلسله ادم النوب، مثل العاده راح نشيل هذه الصكوره الغبيه اساطير ونحط شخصيه ادم، وكمان راح اشيل كل سكنات الاسلحه يا اساطير، وما راح العب مع انسان عنده شخصيه الو كامله، ونلعب ضده ونشوفه من راح يفوز. طبعا يا اساطير، اليوم راح اشرح لكم على موقع اسطوري تقدر تربح منه بمهام سهله مجانيه، وتقدر تربح منه عن طريق ميزه الفي اي بي. طبعا يا اساطير، طريقه التسجيل في الموقع سهله جدا، تحط رقمك، تحط كلمه السر، وتعيد كلمه السر، خلاص انت مسجل في الموقع من الاخر. طبعا يا اساطير، في ميزه الفي اي بي ميزه اسطوريه جدا. طبعا لما تشتري الفي اي بي الاول راح تشتريه ب 23 دولار، وراح يعطيك 1 دولار بشكل يومي، وكمان الفي اي بي الثاني فيك انك تشتريه ب 123 دولار، وراح يعطيك 6 دولار بشكل يومي. اما الفي اي بي الثالث تقدر انك تشتريه ب 310 دولار يا اساطير، وفيك انك تحصل على 15 دولار بشكل يومي. والفي اي بي الرابع هو اقوى درجه، فيك انك تشتريه ب 900 دولار، وفيك انك تحصل على 45 دولار بشكل يومي. طبعا يا اساطير، كل انواع الفي اي بي تشتغل معك لمده 6 اشهر، يعني 180 يوم. طريقه الشحن في الموقع هي راح تروح على حسابك، وبعدها تروح على مكان محفظتي وتسوي تعبئه الرصيد، راح تحط الرصيد اللي بدك تشتري. انا مثلا احط 23 دولار مثل ما انتم شايفين، وراح تكتب اسم التحويل، راح نكتب الصحراوي اسطوره العالم. راح تاخذ سكرين شوت للواجهه اللي راح تصعد معك، وراح تروح على مجموعه التليجرام الخاصه بالموقع، وتبعث هذا السكرين لهذا الحساب اللي طالع معكم بالشاشه يا اساطير، وراح تتم تعبئه حسابك مباشره. طريقه سحب الاموال من هذا الموقع سهله جدا، راح تروح على حسابك، وبعدها راح تروح على محفظتي، وهذه المره مو تسوي تعبئه رصيد، راح تسوي انسحاب. بعد ما تدخل على الانسحاب راح تحدد طريقه السحب، وتحط المبلغ اللي تحب انك تسحبه، وكمان راح تحط كود الصندوق الخاص بك وتسوي انسحاب مباشرة. طبعا يا اساطير، رابط الموقع ورابط مجموعة التليجرام الخاصة بهم راح تلقوها في صندوق الوصف تحت المقطع. المقطع راح يكون جدا اسطوري، لهيك انت كمان كن اسطورة، ولا تنسى تحط لايك واشترك بالقناة يا اساطير. خلنا نوصل المقطع ل 10,000 لايك باسرع وقت ممكن، ونخليكم مع المقطع. ليست جو. شخصية ادم جاهزة الى المعركة. راح نجيب انسان عنده شخصية الوك يا شباب، وكمان لابس الحزمة تبع الوك. اوكي، الانسان اللي عنده شخصية الوك يعني مو فعل ولا شخصية، فهمتوني كيف؟ يعني شخصية الوك لوحدها بس راح يلعب بسكنات الاسلحة، وانا راح العب بدون سكنات اسلحة، وراح نشوف هل ادم النوب قد الاختبار او لا. ليتس جو الى ارض المعركة، فلنرى ماذا سيحدث الان. هجوم. وصل له الصحراوي، الان سوف نرى من الاقوى، ادم او الوك. اكيد ادم اسطورة العالم الى ارض المعركة. هذا تسجيل دخول خفيف بس، يلا ليتس جو. اولا يا اساطير، مثل ما انتم شايفين الوك كامل متكامل، عنده ثلجة اسطورية، اوه شد ثلجة تغير الالوان. عندنا هنا ادم النوب المسكين، عنده قبضة بس هذا هو كل شيء حصل عليه في حياته، حتى الثلجة يا شباب بيضاء والسكنات ما ليست موجودة. ليتس جو فلنرى من سيفوز. طبعا اساطير، انتم تعرفوا انه الصحراوي دائما اول جوله ماذا سيحدث بها يا عزيزي؟ نادرا يا شباب ما يخسر الصحراوي اول جوله، نادرا 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 يا حبيبي، نادرا نادرا نادرا. انه ادم الاسطوره يفعلها مجددا. اوكي شباب، ليتس جو، حان وقت النقار. لقد اشتريت النقار، يعني يمكنكم ان تقرأوا الفاتحه على المسكين الالوك. ليتس جو الوك، خلاص انت ميت يا حبيبي. او شت، انه يضرب بالاس ام جي، والصحراوي يكره الذي يلعب بالاس ام جي. كي شباب، احنا قاعدين نلعب هيتشوتات، فهمتوني كيف؟ ما قاعدين نلعب بربره، فهمتوني؟ يعني هيك مشان نستمتع باللعب. ليتس جو. انا ما عندي شخصيات اني اعمر دم يعني تلقائي، بس هو عنده شخصيه الوك يا شباب، في انه يعمر الدم بالشخصيه، يعني كل ما يدمج يفعل الشخصيه راح تزيد من سرعته، وراح تزيد من الدم الخاص به، فهمتوني كيف؟ لكن انا مسكين عندي 25 في الميد كيت، وخلص لي الميد كيت، انا ميت لا محاله. شباب ما راح اموت، يعني ما راح اموت. مات الصحراوي بالقتل، انه مسكين. اوكي شباب، الان فلنشتري الشوتجن، نحس انه الشوتجن احسن. ما اشتري الثلج، اشتري لي ثلج، اشتري لي ثلج، تعال تعال اشتري ثلج. عندي اللاج. يلا ليتس جو. سوف اضطر الان، ماذا سافعل بك يا عزيزي؟ والله يا شباب، اول رصاصه، اول رصاصه زبطت معنا على طول. ليتس جو شباب، راح اشتري الان نقار، واشتري الدرع يا حبيبي. والله يا شباب، شكله ادم راح يفوز على الوك بمنتهى السهوله. ادم النوب يبلي بلاء حسنا. ليتس جو.
وصل لك الموت. لم تزبط معنا. كمون بيبي. او شيت، رصاص غير كافي. بوم بوم، والله الصحراوي يسوي حركات اسطورية صح. قتلني شباب بالاصفر، بس بظن انه ضربني نصف احمر ونصف اصفر. اوكي كفو يا الوك النوب. والله يا شباب شكله الوك يريد الفوز على الصحراوي المسكين. ادم النوب، لست كوسو فطرة، ماذا سيفعل لك الصحراوي الان يا حبيبي؟ بام. والله يا شباب النقار الصحراوي، شباب عندي ايم اسطوري بمعنى الكلمه في النقار. والله ما ادري ليش يا اخي، ما فيه لا اعدادات ولا اي شيء، هيك مجرد لعب، مجرد انك تصير تلعب بسلاح كثير 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 تصير تقتل به بشكل اسطوري. والله ليتس جو، الان سوف نشتري شوت جان طويل يا اخي، ما نشتري بربر. بربر فيه طلقتين فقط، الشوت جان الطويل فيه كثير طلقات. وصل لك الصحراوي. الوك يهرب من ادم الاسطوره قريبا وتزبط معنا. قريبا وزبطت معنا وان شوت اسطوره جدا. والله يا شباب قريبا وزبطت معنا وان شوت اسطوريه. يلا للزون، يلا نلعب في الزون احسن. والله يا شباب هذا المكان وصل له الزون. والله يا شباب صعدت فوقه بدي اجيب وان شوت. والله يا شباب الوك ما حبت تزبط معه الوان شوت ابدا. بدي والله يا شباب بدي اضربه، بدي اضربه وان شوت وانا جالس، ما حبت تزبط معنا. كمان بيبي سفطر الان. والله يا شباب ثلاثة مقابل ثلاثة، الروم ما تدري راح يفوز بها ادم النوب او الوك النوب في نفس الوقت. ليتس جو. او شيت كمان بيبي. اثنان وخمسون. يلا يا شباب لازم تحركات، لازم تحركات. كمان بيبي كمان. مات، لم يموت، سوف يموت قريبا. قريبا يا شباب. وشت. والله يا شباب ما حبت تزبط. النقار صحراوي، النقار احسن سلاح في العالم، ما قدرت تجيب به وان شوت. وشت والله يا شباب وان شوت اسطورية ما تتوقعها. ليتس جو، فلنشتري الان شوت جان اند درع اند خوذه اند درع اند خوذه. كومون بيبي. والله شباب شكله ادم الان متفوق على الوك النوب. سوف نرى من سيفوز، ادم الاسطوره او الوك النوب. كومون بيبي، كومون بيبي الوك، عمر دمك عم. اوي اوي اوي، كومون بيبي. اوه شباب لو خرج قبل، لو خرج قبل بثانية بس والله كنت جلدته. جي شباب الان سوف نشتري الشوتجان الطويل والديجل. خلينا من النقار. والله يا شباب النقار خلاص سوينا به حركة اسطورية خلاص. كومون يا عزيزي، يلا العب العب العب. او شت، هو اشترى النقار، انا ما اشتريت النقار، هو اشترى النقار. اسف لقد مات. والله يا شباب قاعد اعطيه فرص انه يضربني وان شوت وما يضربني. والله جاءتني فرصة اسطورية للوان شوت لكن الصحراوي غبي لم يستغلها. لم تزبط معنا، لم تزبط مرة اخرى. تسمعها يا شباب دارت بنج. اوكي شباب خمسة مقابل اربعة، والله روم يا شباب اسطورية يا اخي، مرة انا اتخطاه ومرة هو يتخطاني. شوت جان بربر ثلاث رصاصات والبربر والشوت جان طويل. يلا ليتس جو، عدي الديجل يا شباب العب فيه في البعد عادي. لاي لاي، والله يا شباب ادم معدي بالوك بمعنى الكلمة. ليتس جو يا شباب، ختامها سوف يكون بالنقار يا عزيزي، فالنقار يعتبر احسن سلاح وان شوت في يد الصحراوي. لا بعد الدراغانوف، بعد الدراغانوف هو احسن سلاح وان شوت في يد الصحراوي. هل سوف يفعلها النقار بسرعة؟ اي دونت نو. فيرست بلاد. والله ما شفته، والله والله ما شفته، والله والله ضربته بالحظ يا شباب، اقسم بالله ضربته بالحظ، والله ضربته بالحظ، والله ضربته بالحظ. اي دونت نو. والله يا شباب ضربته بالحظ، ما شفت ولا شيء، شفت بس يعني رقم 300 ولا 400. والله يسويها ادم الاسطوره في النهايه.
والمهم يا اساطير لهوكو قد وصلنا الى نهاية المقطع. مثل ما شفتوا ادم النوب تغلب على الوك. اذا تحبوا ان نسوي حلقة اخرى يعني مع شخصية يعني اي شخصية تحبوها في فري فاير نلعب ضدها هيك 1v1 كتحدي شخصيات وكذا، اكتبوا لي في التعليقات يا شباب. وكمان وصلوا المقطع لعشرة الاف لايك باسرع وقت. اهم شيء لا تنسوا تشتركوا بالقناة ونشوفكم بالمقطع القادم. اني رحت.